بسبب الحروب يعني فقدته لابني، والحمد لله الله بيصبرنا. تعرض بيتي بأول مرحلة للقصف، قدرت بمعجزة إني أنقذ أطفالي. فقدت ابني الشاب، كان عندي عمره 16 سنة، فقدته قدام عيني، كنت أنا عم بنظر له من الشباك من فوق. عشت بأجواء كتير صعبة، فقدان كل شيء. سبحان الله، بطريق الصدفة كنت مارقة متلقيت هالجمعية يلي كتير كتير أنا بتشكرها، لأنه أول شيء وقفت معنا وقفة ساعدتنا نتخطى الأمور النفسية. أول شيء بجوز نحن فقدنا بلدنا، بجوز فقدنا بيتنا، بجوز فقدنا عملنا، لكن ما فقدنا الأمل. إحنا ضد الحروب وضد أي شيء وضد أطراف ضد أطراف، إحنا بس شعب مسالم، إن كان مسلم أو غير مسلم وقع على الظلم أو الحرب، ونأمل من كل العالم يشوف اللاجئين بطريقة مختلفة، إنه إحنا ما بحاجة إنه مادياً بس، إحنا بحاجة نكون إنه إحنا بقلوبنا. بجوز إحنا تضررنا، بجوز بلدنا تضرر، لكن خلي يكون عنا أمل إنه شيء نعمله لأولادنا، لجيل يتعلموا أولادنا مننا تمسك بالحياة، بحق التعليم.